بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مع نص جديد وهو نص الكتاب، وهذا النص من النصوص الدراسة للشاعر أحمد شوقي. وهذا النص لا يخلو منه امتحان، دايما بيجي في آخر نص الامتحان بالنسبة للترم الأول نص الكتاب ده، وأسئلته بتيجي بسم الله ما شاء الله يعني سهلة جدا، فلا داعي للقلق. أولا مع نقدم تعريفا للشاعر أحمد شوقي، وإن كان غنيا عن التعريف. طيب، هو شاعر مصري معاصر، ولد بالقاهرة عام 1868 ميلادية. طيب، الأسرة بتاعته كان له أب كردي، يعني من أب كردي، وأم من أصول تركية. أصول أمه كانت تركية، والكلام ده هيؤثر فيما بعد. طيب، هنشوف لقبه. هو لقب بأمير الشعراء والكل يعلم ذلك، إلا أن له لقبا لم يعرفه الكثير منا. وفي الصفحة الباقية نرى هذا اللقب. طيب، مكانته الأدبية، هو أول من ألف المسرحية الشعرية، يبقى هو صاحب السبق في تأليف المسرحيات الشعرية. يعني إيه مسرحية شعرية؟ يعني هذه المسرحية كل الأحداث بتاعة المسرحية دي تنطق بالشعر، لغة عربية وتنطق بالشعر، ليست لغة عامية وليست كلاما نثريا، ولكن كلها شعر. المسرحية كلها عبارة عن أشعار، قصائد شعرية. فهمنا كده المسرحية الشعرية؟ ولهذا يعد رائد الشعر المسرحي في الوطن العربي كله. يبقى ده يعد ايه؟ رائد الشعر المسرحي في الوطن العربي كله، لأنه أول من ألف في هذا الفن وفي هذا المجال. من أهم أعماله كلنا يعلم ديوان الشوقيات. ديوان الشوقيات ده ديوان يضع الشاعر فيه كل قصائده، كل الأشعار اللي كتبها وألفها يضعها في هذا الديوان. فكل أشعار أحمد شوقي وضعت في ديوان يسمى بالشوقيات. طيب، وتعد قصيدة نهج البردة من أشهر القصائد التي غنتها الفنانة أم كلثوم. نهج البردة، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. والكل يتغنى بهذه الإيه؟ القصيدة. وله مسرحيات عديدة أو عدة، في عدة مسرحيات، منها مجنون ليلى، ومسرحية قمبيز، ومسرحية مصرع كليوباترا، ومسرحية الست هدى، ومسرحية علي بك الكبير، ومسرحية البخيلة، وغيرها من المسرحيات الشعرية له. هنا بقى نحذف ملحوظة، ولكون جدته لأمه كانت تعمل وصيفة في قصر الخديوي إسماعيل، وكانت على قدر من الغنى والثراء، تكلفت بتربيته. يبقى هذا النص يتحدث عن صفات الكتاب وفوائد صداقته الكثيرة. لما الإنسان يصادق ويصاحب الكتاب يحدث من ذلك أو يجني من ذلك الفوائد العظيمة. والتي منها إيه بقى الصفات للكتاب اللي احنا بنتناولها في هذا النص؟ قال لي أول صفة، صفة الوفاء، وأن الكتاب لا يعيب أحدا، لا يظهر عيوبا لأحد، وأن الكتاب مرهف الحس، وأن الكتاب معطاء دائما، وأن الكتاب لا يمل أحد من صحبته. يعني هذا الكتاب كل الناس تتمنى صحبة الكتاب، ولا تمل ولا تسأم ولا يحدث لها ضيق من صحبة الكتب. ثم يوجه الشاعر نصيحته إلينا بضرورة التدقيق، الواحد يدقق وإعمال عقولنا عند اختيار الكتب. يعني مش الواحد يصاحب هنا الكتب بقى كلها زي الأصحاب كلهم، لا، هنا بيوضح لأنها مثل الأصدقاء، إنها مثل الأصدقاء. يعني منها الصالح من الكتب الصالح، ومنها الطالح ومنها الفاسد، مثل الأصدقاء والأصحاب تماما.
طيب الفكرة الأولى والأبيات التي تدل عليها. الفكرة الأولى تقول الكتاب صديق وفي، وهذه الفكرة نلحظها في البيت الأول والبيت الثاني. يقول أحمد شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتاب. صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابا. أحذف الألف قبل الأخير فتبقى صحب، يبقى جمع صاحب أصحاب وصحاب وصحب. طيب يقول لي إن عبته، معنى عبته يعني ذكرت عيوبه. لو أنت ذكرت عيوب هذا الكتاب يبقى المضاد إن أنت إيه؟ ها؟ مدحته. يبقى ذكرت عيوبه أي عبته، يبقى المضاد إن أنت مدحته أي أظهرت محاسنه. ليس بالواجد للصاحب عابة، عابة هنا بمعنى عيبا، وليست عابة بمعنى فعل ماضي. لا، نخلي بالنا من دي، عابة اسم بمعنى عيب، والمضاد ميزة، والجمع عيوب وأعياب. تمام كده، يبقى عابة بمعنى عيبا. طيب مواطن جمال، ثانيا مواطن جمال. أول جملة يقول أنا من بدل بالكتب الصحابة، هنا بيقول لي إيه؟ تصوير للكتب بالأصدقاء أو بالأصحاب الجدد الذين فضلهم الشاعر بصحبته لهم. يعني إيه؟ يعني الشاعر هنا بيقول لك إن أنا غيرت، بدل ما صاحب الإنسان أو البشر لا، سبت دول وبقيت صاحب مين؟ الكتب. وهذا التعبير يوحي باعتزاز الشاعر بالكتب، يبقى هو بيفضل وبيحب الكتب عن مين؟ ما هو مصاحبة الكتب عن البشر وعن الناس. طب الكلام ده بص كده معروف عندنا، وده في سؤال، أنا من بدل بالكتب، يقولك حرف الباء تدخل على الشيء المتروك، عشان كده النقاد يأخذون عليه، أنا من بدل بالصحاب الكتابة، المفروض تبقى كده، لأن أنت سبت مين؟ أنت تركت مين؟ تركت الصحاب. قالوا له يبقى يجب عليك أن تضع الباء على كلمة الصحاب، لأن أنت أخذت الكتب، يبقى بدل إيه؟ يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فهم تركوا الآخرة وخدوا الحياة الدنيا، فعشان كده أقول لك الباء تدخل على الشيء المتروك، فهنا بيلوموا عليه بعض النقاد. طيب نلحظ بداية القصيدة، أنا من بدل، هنا طبعا كلمة أنا في كل الشعر تدل على الفخر والاعتزاز بالنفس، إن الواحد يفخر بنفسه لما يقول أنا ويتكلم بتاء الفعل أو ياء المتكلم، فيقول لي أنا، يبقى هنا عندي هذا الضمير يدل على الفخر والاعتزاز بنفسه. طب ليه هو بيفخر بنفسه؟ لأنه أول من قدم صحبة الكتب على الأصدقاء من البشر. يبقى عرفنا لو قرينا في الكتاب في بعض الشروحات الموجودة عندي يقول لك إيه؟ تدل على الفخر والاعتزاز، من أين الفخر؟ هو بيفخر بنفسه ليه؟ قال لأنه أول واحد فضل صحبة الكتاب على صحبة الصديق، يبقى قدم صحبة الكتب على صحبة الأصدقاء من البشر. خلاص كده؟ يبقى عرفنا الفخر جاي منين؟ تمام. ويقول هنا كلمة الكتب، الكتب أنا من بدل، طيب عايز الكتب، قول لي معرفة. معرفة هنا للتعظيم لأنه يعظم الكتب، وجمع يفيد الكثرة، هنا الكتب معرفة للتعظيم وجمع للكثرة. الصحابة بقول لك إيه؟ هنا الكلمة، هذه الكلمة جاءت معرفة وجاءت جمع لتفيد العموم والشمول، وكأنه لا يريد المعاملة مع الأصدقاء منين؟ من البشر إلا قليلا، وهنشوف الكلام ده من خلال قصيدته. يبقى هنا كلمة الصحاب أتت جمع تفيد العموم والشمول. تمام. يقول لي في الشطر الثاني لم أجد لي وافيا، يا نهار أبيض، ولا وافي واحد؟ تمام، كله كده وحش يعني؟ خلاص، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. يقول لي أسلوب قصر، ما نوع الأسلوب؟ أو الأسلوب قصر، أسلوب القصر ده يفيد التخصيص والتوكيد،
ده كده الكلام بتاع الايه الكبار، ماشي. طب ايه وسيلته؟ النفي بلم والاستثناء بإلا. يبقى النفي بلم والاستثناء بإلا. طيب يؤكد ايه بقى هذا الاسلوب اللي تفيد الايه التخصيص والتوكيد. يعني ايه تخصيص؟ ان هو بيقول ما لقيتش وافي خالص الا الكتاب، يبقى هنا خصص الكتاب عشان نفهم الكلام اللي مكتوب. تخصيص يعني خصص ما بعد الا، هنا التخصيص خصص الكتاب. طيب والتوكيد يؤكد وفاء الايه الكتاب للشعر، ما فيش حد وافي ليا خالص الا الكتاب، يبقى خص الكتاب بالوفاء واكد على ذلك. يبقى هنا عندي اسلوب، هنا عندي مؤكد بوسيلتين. الوسيله الاولى النفي بلم والاستثناء بإلا، فيقول لي اسلوب يفيد التخصيص والتوكيد. اقوى انواع اساليب القصر النفي والاستثناء في كل الايه مواطن الجمال. طيب لم اجد لي وافيا الا الكتابه، والوفاء من صفه الكتاب؟ طبعا لا، الكتاب من صفاته انه به معلومات والقارئ يقراه ويقلب صفحاته، تمام كده، او صفحاته، تمام. يبقى هنا تصوير، يبقى تصوير للكتاب بمين؟ بالصديق الوفي، بالصديق الايه الوفي. ما اجد لي وافيا والا من الكتاب بس، يبقى الكتاب وفي، فمعنى ان الكتاب وفي يبقى هنا تصوير للكتاب بالصديق الوفي. تعال نشوف هنا ايه، انا من بدل بالكتب الصحابه نهايه الشطر الاول، لم اجد لي وافيا الا الكتاب نهايه الشطر الثاني، بيقول لي بينهما ايقاع موسيقي، ماشي، تضرب له الاذن. يعني ايه بقى؟ بيقول لي نهايه الشطر الاول مع الايقاع الموسيقي ده هنا بيجي في الشعر منين؟ قال لي من نهايه الشطر الاول من البيت مع نهاية الشطر الثاني، اتفاق ما بين الايه النهايتين، تعطي جرسا موسيقيا تطرب له الاذان. فهمنا كده يعني ايه بقى كلمة ايقاع موسيقي جت منين في الشعر؟ دايما نلاقي نهاية الشطر الاول مع نهاية الشطر الثاني، الاتنين بينهما اتفاق في اخر حرف. خلاص كده؟ لم اجد لي وافيا، هنا نكر العموم والشمول. ايوه دي احنا قلناها نكر العموم والشمول، ليه؟ اي وافي، مفيش اي ايه اي شخص عنده وفاء. اما الكتاب الا الكتابه، فجاءت ايه معرفه او جاءت معرفه للتعظيم. يبقى هي معرفه بالالف واللام. طب لماذا اتت معرفه؟ للتعظيم، لان احمد شوقي يعظم الكتاب، يعظم الكتاب، تمام. طب قول لي في البيت الثاني، قول لي صاحب، شوف الكلمه جايه ازاي، صاحب، ومن ده اللي صاحب؟ يبقى دي فيها ايجاز بحذف المبتدا، اذ التقدير ايه هو صاحب، يعني يتحدث عن مين هو دي؟ عن الكتاب. يبقى اصل الجمله هو صاحب، فتصوير للكتاب لمين؟ بالصاحب او بالصديق. يبقى صاحب لوحدها فيها ايه؟ فيها ايجاز. وهل الايجاز ده يا مستر او هل الايجاز ده من مواطن الجمال؟ ايوه ده ان شاء الله كده هتاخده السنه الايه الجايه او اللي بعدها، فين؟ في الثانوي. ان الايجاز من مظاهر الكمال، الجمال بالنسبه لمين؟ للشعر. يبقى الايجاز بحذف المبتدا، لان احنا عندنا المواطن الجمال دي تبع البلاغه، والبلاغه هي الايجاز والاختصار، تقدر تعبر عن معاني كتيره في كلمات قليله، انت انسان بليغ. فهمنا كده؟ يبقى نخلي بالنا الإيجاز منين؟ من مواطن الجمال. يبقى صاحب فيها إيجاز بحذف المبتدأ إذ التقدير هو صاحب، تعود على الكتاب. طب طالما هو صاحب، طب ما الكتاب مش صاحب زي ما قلنا. نعم، يبقى فيها تصوير للكتاب بمين؟ بالصاحب أو بالصديق. طيب خلاص كده فهمنا؟ يبقى كلمة صاحب لوحدها فيها تصوير. طيب هي أتت نكرة. كلمة صاحب أتت نكرة ليه؟ إحنا نقول إيه؟ صاحب، شوف تحس الكلمة طالعة بتزلزل إزاي؟ يبقى صاحب يبقى نكرة للتعظيم. فهمنا؟ تمام. طيب بيقول لي هنا بعد كده صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابه. إن عبته ليس بالواجد. ده كده إيه؟ أسلوب شرط يفيد مدح الكتاب. إزاي مدح الكتاب؟ كيف أتت مدح الكتاب؟ ان انت سواء غلطت في اظهرت عيوبه او لم تعبه،
لا يجد في نفسه وفي طياته وفي صفحاته عيوبا لك، لا يبحث عن عيوبك بين صفحاته. أي شوف أنت بقى رقة وسمو وعلو مكانة الكتاب وتفاعله، ده من وجهة نظر أحمد شوقي. يبقى هنا أسلوب شرط يفيد مدح الكتاب، يمدح الكتاب بأنه إيه، لا يجد في نفسه عيوبا لمين؟ لصاحبه القارئ. وهذا التعبير جميل، يؤكد إخلاص الكتاب في عدم بحثه عن عيوب في صاحبه. يبقى هنا الكتاب إيه؟ صديق مخلص. أول حاجة كان صديق وفي، هنا بقى صديق إيه؟ مخلص، لا يبحث عن عيوب في صاحبه. طب إيه بقى وسيلة الإيه؟ بص هنا بقى التأكيد، أنت بتقول لي تأكيد. طب تأكيد إيه؟ ده أسلوب، خلاص أسلوب شرط وخلصنا منه. جيت هنا تقول لي تعبير جميل يؤكد، من أين أتت وسيلة التوكيد دي؟ أنا ما عنديش ليه لم وإلا وإن وإحنا، حاجات اللي إحنا عارفينها وقد والكلام ده. آه قال لي وهو تعبير يؤكد إخلاص الكتاب. إيه وسيلة بقى التأكيد ده؟ حرف الجر الزائد اللي هو الباء. الباء اللي في كلمة بالواجد، ليس بالواجد للصاحب عابا. هنا حرف الباء ده، حرف الجر الزائد ده، يفيد التوكيد. طب أتى فين؟ أتى في خبر ليس، اللي هو كلمة بالواجد. ليس هو الواجد للصاحب عيوبا، أصل الكلام. حروف الجر الزائدة ده، ده درس نحو فين؟ في ثالثة ثانوي. وحروف الجر الزائدة تفيد التوكيد، تمام؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلا كاف وزيادة. والتقدير في غير القرآن، أليس الله كافيا؟ يبقى الباء حرف جر زائد يأتي في خبر ليس. طب يأتي ليه؟ قلنا للتوكيد. يبقى ده وسيلة التوكيد، أن الكتاب لا يجد في نفسه، بيؤكد الكلام ده عن طريق حرف الجر الزائد. عرفنا يعني بقى كلمة حرف جر زائد يفيد التوكيد، لأن كل حروف الجر الزائدة تفيد التوكيد. ومعنى زائدة أي يمكن حذفها من الجملة دون تغير المعنى. خلاص تمام. طيب بيقول هنا عبته وكلمة لم تعب، صاحب إن عبته أو لم تعب. مكتوب عندنا تضاد بالسلب. ما معنى كلمة تضاد بالسلب؟ التضاد بالسلب ده بيكون عن طريق الكلمة وعكسها، بس عكسها إيه؟ بالنفي. يبقى عاب لم يعب، حضر لم يحضر، ده اسمه إيه؟ كلمة. يبقى هنا عكس المعنى ولكن الألفاظ فيها نفي فقط. يبقى إثبات ونفي، عبته إثبات، لم تعب ده نفي. عرفنا التضاد جاي منين؟ يبقى التضاد جاي منين؟ من إثبات عبته والنفي لم تعب. يبقى هكذا تكون التضاد، ولكن عن طريق الايه؟ النفي أداة أو أمر ونهي. ذاكر وهنا، أو هنا عندي العب وهنا لا تلعب، ذاكر لا تذاكر، برضو اسمه تضاد بالسلب، عن طريق إثبات ونفي أو عن طريق أمر ونهي. خلي بالنا من هنا عشان نبقى نفهم، ما نحفظش كده وخلاص، لا لازم نفهم الأول. طب هذا التضاد طبعا أنتم عارفينه كلكم، يوضح المعنى ويؤكده أو يقويه. ليس بالواجد للصاحب عابا، قلنا عابا بمعنى عيبا، عابا هنا بمعنى إيه؟ عيبا. عابا هنا بيقول لي نكرة للتقليل، ولا عيب واحد حتى. شوف ماذا إيه؟ إخلاص هذا الكتاب لصاحبه، لا يجد في نفسه، بل لا يبحث في نفسه عن عيب واحد لصاحبه. يبقى كلمة عاب يعني ولا حتى عيب واحد، نفتكرها دي، لأن النكرات الواحد مش عارف دي للتعظيم ولا للتقليل ولا للتحقير ولا للعموم والشمول. يبقى خلي هنا ليس بالواجد للصاحب عيبا واحدا، أحط كلمة إيه؟ واحدا، استقام المعنى. يبقى لا يجد في نفسه حتى ولو عيبا واحدا. طيب الفكرة الثانية، وهنا نجدها فوائد الكتاب. طيب الأبيات إيه؟ البيت الثالث والرابع والخامس. ماذا يقول شوقي؟ يقول شوقي كلما أخلقته جددني وكساني من حلى الفضل ثيابا، صحبة لم أشكو منها ريبة، وودادٌ لم يكلفني عتابا.
لم يكلفني عتابا. إن يجدني يتحدث أو يجد مللا يطوي الأحاديث اقتدابا. نشوف هنا بقى الكلمات، كلما أخلقته يعني إيه؟ أي جعلته خلقا يعني باليا، كلما أبليته. منين هذه إيه؟ إن أنا أجعله قديما يعني من كثرة القراءة والاستعمال. يبقى أنا من كثرة قراءتي في الكتاب خليته إيه؟ قديم بالي. طب هو بيعمل بقى إيه؟ يبقى أنا شوف أنا إيه؟ وكأنني أحدثت له أذى إن أنا خليته قديم وبالي. طب شوف هو إيه بقى؟ يبقى مضاد، مضاد أخلقته، يبقى مضادها إيه؟ جددته أو جدده، يبقى أخلق مضادها جدده. طب جددني المراد بها هنا زادني بمعلومات جديدة، يبقى أنا أخلقته وجعلته قديم وهو جددني. ماشي، بجددني هنا المراد إن هو زادني بمعلومات جديدة أو بعلم وبمعارف جديدة. كساني معناها ألبسني، تمام، بس المراد هنا إيه؟ كساني من حل الفضل ثيابة، أي جملني. طب والكتاب هيجملني بإيه؟ بالمعلومات اللي فيه. يبقى المراد بكلمة كساني أي جملني بالعلم والمعلومات والمعرفة. والمضاد إيه بقى؟ المضاد جردني وقبحني. جردني ممكن يكون مع ألبسني، بس ممكن برضو يكون جردني من العلم. وقبحني أي إيه؟ لم يجملني بالعلم. يبقى مضاد جردني وقبحني. حلى زينة، والمراد الصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. والمفرد حلية، كان في حد بيقرأ حلي، لا لا لا، هي ليست حلي لأن حلي مفرد، إنما هذه حلى من حلى الفضل ثيابة حتى يستقيم الوزن، وإن كانت لم تكن مشكلة، الكلمة مش متشكلة، بس هكذا نحفظها من حلى الفضل. يبقى الحلى جمع ومفرده حلية أي زينة. الفضل هو الإحسان والشرف. طيب والجمع فضول زي كلمة حق حقوق، تمام. ثيابا اللي هي الملابس، والمفرد ثوب، فثوب لها جمعان، ثياب وأثواب. صحبة المراد إيه؟ صحبته للكتاب. يبقى هو يقصد صحبة أي صحبة الشاعر للكتاب. لم أشكو، أشكو بمعنى أشتكي مش أشك، خلي بالنا التشكيل يهم عشان خاطر المضاد. أشكو بمعنى أشتكي، وحذفت لم أشكو، مجزوم بحذف حرف العلة. والمضاد أرضى وأشكر، لا أنا ما بشتكيش، أنا راضي وشاكر ربنا. يبقى صحبة لم أشكو منها ريبة. طيب المفروض كان إيه؟ أشكو ريبة منها، تقديم قلنا في التخصيص والتوكيد والاهتمام. ريبة اللي هي شك، يبقى الكلمة التي تدل على الشك أشكو ولا ريبة؟ ريبة، لأن ريبة بمعنى شك، وجمع ريبة ريب، والمضاد ثقة ويقين. عكس الريبة الثقة واليقين. لا يكن عندك أو لا تكن عندك ريبة، يعني إيه عكسها، بل يجب أن يكون عندك أو تكون عندك ثقة ويقين. وداد أي مودة وحب. وداد لم يكلفني، يبقى هنا وداد معنى مودة وحب، والمضاد كره وبغضاء وطغينة. يكلفني أي يحملني مشقة. لم يكلفني يعني ما بيحملنيش، ما بيشقش علي، لم يشق علي. والمضاد يعفني، بإيه؟ مضاد يكلفني يعفيني. ده واحد بيكلفني حاجة، إنما ده عافاني من المسؤولية دي أو من هذه المشقة. عتابا أي لوما، والمضاد عذرا. واحد بيعتب على واحد أما التاني بيعذره، يلتمس له الأعذار. مللا قلنا إيه؟ ضيقا وسأما، أو يجد مللا اللي هو الضيق والسأم. والمضاد الإقبال والشغف، يعني واحد حاسس بملل إنما التاني إيه؟ مقبل عليه وعنده إيه؟ عنده شغف إقبال. يطوي الأحاديث، يطوي يعني يختصر. شوف كلمة يطوي محذوفة الياء، يطوي لأنه معطوف مجزوم على فعل مجزوم. طيب اللي هو إن يجدني يتحدث، تمام، أو يجد مللا يطوي الحديث. يبقى يطوي معناها يختصر، ويوجز بيختصر في الكلام، يوجز. يبقى المضاد إيه؟ يطيل في الكلام. يسهب اللي هو الإسهاب، الإسهاب اللي هي الإطالة،
ويفصل. طب ليه احنا جايبين 3 كلمات؟ ليه يعني؟ علشان خاطر ممكن يجيب لك في الاختيارات مثلا، يعني يجيب لك 3 كلمات او كلمتين، يبقى انت او انت تكون حافظين الايه؟ الكلمات كلها. يبقى يطوي مضادها يطيل او يسهب او يفصل. اقتدابا المراد بها هنا ايه؟ هي اقتضب الشيء اي قطعه. انما المراد هنا هو اللي يهمني. اقتدابا المراد بها اختصارا، يطول الحديث اقتدابا يعني اختصارا وايجازا. يبقى المضاد اسهابا وتفصيلا وتطويلا. تمام كده؟ تمام. طيب بقول ثانيا مواطن الجمال. مواطن الجمال هنا كثيره. اول كلمه اول جمله كلما أخلقته جددني. كلما أخلقت جددني، أليس هذا أسلوب شرط؟ بلى، أسلوب شرط يفيد تكرار الزيادة. تكرار جت منين التكرار دي؟ نعم، عن طريق الأداة كلما، وهي أداة شرط. ولماذا أفاد الأداة كلما؟ أفادت إيه؟ أفادت التكرار. تكرار إيه؟ تكرار النتيجة. النتيجة اللي موجودة منين؟ ما هو فعلا أسلوب شرط، في فعل شرط وجواب شرط، وجواب الشرط نتيجة لفعل الشرط. فهمنا كده؟ عشان خاطر لما نقرأ نفهم. أسلوب شرط يفيد تكرار الزيادة بالمعلومات الناتجة عن كثرة القراءة. يعني إيه؟ يجددني بالمعلومات نتيجة إن هو إيه؟ كثرة القراءة، إن أنا أخلقته من كثرة القراءة، جعلته باليا من كثرة القراءة. يبقى كلما أخلقته، كلما قرأت فيه كثيرا جعلته قديما باليا من كثرة قراءتي له. هو ماذا يفعل هذا الكتاب؟ يجدد معلوماتي، لأن التكرار يأتي بالاستقرار. تمام؟ التكرار يأتي بالاستقرار. عايز معلومة تثبت في ذهنك، عليك أن تكررها كثيرا. يبقى كلما تكراره، كلما أخلقته جعلته باليا من كثرة القراءة، ماذا ينتج عن ذلك؟ جددني بالمعلومات. فهمنا كده؟ تمام. يبقى هنا عندي أسلوب شرط في التكرار الزيادة بالمعلومات الناتجة عن كثرة القراءة، وذلك عن طريق أداة الشرط كلما. اللي خلى التكرار يأتي استعمال أداة الشرط كلما. طبعا نلحظ كلمة أخلقته وجددني، واضح بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده. أخلقته جعلته باليا قديما، وجددني هنا اللفظ موجود تجديد ما جديدا، فعلا تضاد يوضح المعنى ويؤكده. تعال نشوف كلمة جددني. احنا قلنا هيجددني بإيه؟ بالمعلومات اهي. طيب هنا جددني، مين اللي جددني؟ الكتاب. طب ومين اللي بيجدد بالمعلومات؟ بتصوير للكتاب بمعلم. المعلم ده يزيد طلابه من العلم والمعرفة. يبقى كأن الكتاب ده معلم بيعلم قارئه، زي المعلم يعلم طلابه. يبقى الكتاب يعلم قارئه كما يعلم المعلم طلابه، ويزيدهم ايه؟ من العلم والمعرفة. الزيادة جت منين؟ قلنا من أداة كلما. وكلمة جددني نتيجة لما قبلها، لأن جددني جواب الشرط. جواب شرط، يبقى علاقته ايه بفعل الشرط او بما قبله؟ نتيجة لما قبله. طيب وكساني، ده هنا الواو هنا تفيد الايه؟ التعدد. هنا العطف، هنا عطف جمل على بعض. يبقى جددني وكساني. فهمنا العطف جاي منين؟ جددني وكساني. يبقى هنا العطف يفيد الايه؟ التنوع او كثرة فائدة الكتاب، زي ما قلنا كده من فوائد الكتاب. كساني من حلى الفضل ثيابا. كساني، ومن اللي كساني؟ الكتاب. وهل الكتاب يكسي أحدا؟ لا. يبقى تصوير للكتاب بأب أو بإنسان أو بولي أمر يكسو ابنه. يبقى أب بيكسو ابن، واحد يلبس أحدا شيئا. تمام كده؟ يبقى هنا كساني، هنا الصورة جاية فين؟ جاية في الفاعل اللي هو الإيه؟ الكتاب. كساني هو، وانا عن ايه؟ المفعول به. يبقى انا كان انا ابن بالظبط. القارئ كانه ابن، والكتاب كانه اب. وهذا الاب اللي هو الكتاب إيه بيعمل ايه؟ يكسو ابنه. طب يكسو ابنه بايه؟ يقول لي ثيابا. مش هي اصلها كده؟ كساني ثيابا. يبقى في تقديم وتاخير. يبقى هنا التقديم وتاخير،
من حل الفضل على المفعول به الثاني، لأن كسى فعل يحتاج إلى مفعولين، متعدي لمفعولين، ينصب مفعولين. المفعول الأول ياء المتكلم بتاعتي أنا، أنا الواقع علي الفعل كساني. طب كساني إيه؟ ثيابا، يبقى ده مفعول تاني. طب التقديم هنا من حل الفضل على كلمة ثيابا اللي هي المفعول التاني للاهتمام بالمتقدم، لأنه مش هيكسوك بأي حاجة، لا ده من زينة الفضل والأعمال اللي هو من حل الفضل، فيها تصوير للصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة بالحلى، أي بالزينة التي تزين صاحبها. يبقى هنا تصوير للصفات من حلى الفضل، الفضل أهو، يبقى الأخلاق الفاضلة صورها بإيه؟ بالزينة التي تزين صاحبها. طب ده يوحي بإيه؟ في إيحاء بإيه؟ أما تقول لي من حلى الفضل أن هو الكتاب، يوحي بأثر القراءة فين؟ في تهذيب النفوس، لأنها تخليك عندك فضل، هتخلي عندك صفات حميدة، هتخلي عندك أخلاق فاضلة. يبقى هنا فيها إيه؟ تدل عليه أو بما توحي؟ آه دي فيها إيحاء بأثر القراءة في تهذيب النفوس أو تهذيب نفوس القارئ والقارئين. عشان كده أقول لك إيه؟ لماذا صاحب الكتب أو الذي يبيع الكتب لا يأتي لها بحارس؟ ليه مش بيجيب حارس يقف عليها كده وحاططها في الشارع مثلا يعني؟ ليه؟ مش خايف عليها من السرقة؟ قال لك لا، لأن السارق لا يقرأ، السارق لا يقرأ، والقارئ ماله؟ لا يسرق، القارئ لا يسرق. يبقى إذن هنا القراءة لها فضل، القراءة لها فضل في تهذيب النفوس. كثرة القراءة في الكتب النافعة لك، لنفسك ولمجتمعك ولمجتمعك، تهذب النفوس، هنا لها فضل في تهذيب النفوس. فكثرة القراءة مهمة جدا في إصلاح النفس والمجتمع. طيب كلمة ثيابا جاءت نكرة طبعا للتعظيم وجمع للكثرة، كساني من حل الفضل ثيابا، ثيابا، شوف كتيرة ازاي، وثيابا، يبقى هنا فيها تعظيم، يبقى نكرة للتعظيم، وكساني من حل الفضل ثيابا. يبقى هنا فعلا قراءتي للنص يشعرني بإيه؟ بمواطن جماله. يبقى كساني من حل الفضل ثيابا، يبقى هنا نكرة للتعظيم، ده ما كسانيش أي حاجة، لا ده كساني ثيابا، والثياب دي كأنها مصنوعة من الأخلاق الفاضلة. شفت جمال القراءة؟ شفت جمال فضل الكتاب؟ أنه يكسو صاحبه بإيه؟ بالأخلاق الحميدة والصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة. وقلنا خلاص التقديم والتأخير يفيد الاهتمام أنه من حلى الفضل، من أخلاق الحميدة والصفات الفاضلة. طيب صحبة، شو بيقول لي؟ صحبة لم أشك منها ريبة. صحبة، صحبة مين بمين؟ الصحبة اللي بين مين ومين؟ بين الشاعر والكتاب. يبقى صور العلاقة التي بين الشاعر والكتاب، الشاعر يقرأ، القارئ يقرأ الكتاب، لا هذه علاقة مش مجرد قراءة فقط، هذه علاقة بين الشاعر والكتاب، صورها بالصحبة، مش مجرد قراءة، مش مجرد أن أنا بستفيد وماسك أي ورق وأقلب صفحاتي، لا صور. يبقى الشاعر صور العلاقة بينه وبين الكتاب بالصحبة كما أنها بين البشر. وهذه الصحبة لها ميزة، التي لم تكلف الشاعر الشكوى، لم تجعل الشاعر يشكو، لم تكلف الشاعر الشكوى منها، من هذه الصحبة. يبقى هنا فيها إيه؟ ده فيها تصوير وفيها إيحاءات، إيحاءات بإيه؟ توحي بالثقة، لم أشكو منها ريبة، نفي الريبة اللي هي الثقة، نفي الريبة اللي هو اليقين. يبقى فيه ثقة فين؟ بين الشاعر وبين الكتاب، ثقة بين صحبة الشاعر للكتاب، ثقة في هذه الصحبة وفي هذه العلاقة. وبها أيضا صحبة، هي اللي صحبة، هي صحبة زي ما قلنا، صحبة تعرف إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، يبقى برضو فيها إيجاز بحذف المبتدأ والتقدير، هي صحبة. يبقى فعلا الإيجاز إيه؟ برضو موطن من مواطن الجمال، ما قالش مثلا هي صحبة أو صحبتي للكتاب أو علاقتي بالكتاب صحبة لم أشكو منها ريب، لا اختصر ده كله وأوجز في الكلام وقال صحبة لم أشكو منها ريبة. يبقى فيها إيجاز بإيه؟ بحذف المبتدأ
إذ التقدير هي صحبة. تمام؟ طبعا أنتم عارفين الصحبة تي نكرة للتعظيم. أما كلمة ريبة لم أشك منها ريبة ولا حتى ريبة واحدة. فنكرة هنا إيه؟ للتقليل. لم أشك منها ريبة حتى ولا ريبة واحدة، يبقى نكرة للتقليل. خلاص كده؟ تمام. ووداد لم يكلفني عتابا. يبقى هي صحبة ووداد. تمام؟ طبعا ده كله نكرة للتعظيم، صحبة ووداد نكرة للتعظيم. لأن هو عندي ده كله، نخلي بالنا. يا ريت لما نيجي مثلا نحضر الحلقة معانا يبقى معانا إيه؟ ورقة وقلم كده، نكتب الكلام اللي مش موجود هنا قدامنا، لأن الشرح يشمل كلاما لم يكن مكتوبا أمامنا، لأن هذا الكلام رزق من الله سبحانه وتعالى. يبقى صحبة ووداد كلاهما نكرة للتعظيم. طيب، ووداد لم يكلفني عتابا، تصوير للكتاب بإنسان لم يحمل صاحبه مشقة العتاب واللوم. لم يكلفني عتابا، ما بيخلينيش ان انا يحملني ان انا اعتب عليه لو اخطأ فيه. اذا اخطأ الانسان في صاحبه فخلاص يقعد يعتب عليه، يلوم عليه، انت ليه عملت كذا وليه عملت كذا وليه ما عملتش كذا وليه ما عملتش كذا. يبقى في الافعال الافعال القبيحه يعتب لما فعل، وفي الافعال الحميده لما لم يفعل. تمام كده؟ هذا هو العتاب واللوم. اما صحبه الشاعر للكتاب لم يكن فيها مثل هذا العتاب ولا هذا اللوم. يبقى تصوير للكتاب بانسان لا يحمل صاحبه، انسان راقي، إنسان راق في معاملة أصحابه، إنه لا يكلفهم مشقة اللوم، لا يحملهم مشقة العتاب واللوم. طيب، كلمة عتابا برضو نكرة، يعني وداد نكرة وعتابا نكرة، بس عتابا ولا حتى عتاب واحد، فلم يكلفني حتى لوما واحدا، يبقى برضو نكرة لإيه؟ للتقليل. يبقى تاني، صحبة لم أشك منها ريبة حتى ولا ريبة واحدة، ووداد لم يكلفني عتابا حتى ولو عتابا واحدا. يبقى ريبة وعتابا نكرة للتقليل، صحبة ووداد نكرة للتعظيم. تمام كده؟ هنا بيقول لي ايه؟ وشوف كده كلمة لم يكلفني، شوف التكليف، تحس ان فعلا فيها اجبار، التكليف في اجبار شوية، والنفس تأبى وترفض التكليف. يبقى هنا عندي، شوف عشان كده بنقول ايه، الكتاب إنسان راق في صحبته ومعاملته مع قارئه. بيقول لي هنا إن يجدني يتحدث، إن يجدني يتحدث، برضو أسلوب شرط، أداة الشرط إن، ويجدني فعل الشرط، يتحدث جواب الشرط. هذا الأسلوب يفيد مدح الكتاب. ليه كل الأساليب الشرط هنا تفيد مدح الكتاب؟ مدح الكتاب في إيه؟ هنشوف دلوقتي. طب هو الأسلوب ده في إيحاء؟ طبعا في إيحاء، يوحي بإيه؟ بالترغيب في مصاحبة الكتب. إزاي؟ يعني هذا الأسلوب يفيد مدح الكتاب وفي إيحاء بالترغيب في مدح أو في مصاحبة الكتب. طب تعالى نشوف كده كلمة يجدني. يجدني بيدور علي، يبحث عني. الله، يبقى تصوير للكتاب بإنسان يبحث عن صاحبه حتى يجده. شوف الجمال، يجدني، إن لو لقاني يبقى كأنه إيه؟ بيدور علي. هو مين؟ الكتاب. يبقى هنا التصوير ده على فكرة مش موجود في الكتب. تصوير للكتاب بإنسان يبحث عن صاحبه حتى يجده. خلاص؟ يبقى خلي بالنا من التصوير ده، نكتبه لأنه مش موجود في الكتاب. طيب ده في إيحاء إيه؟ وهذا يوحي بإخلاص الكتاب لصاحبه. إيه نوع الإخلاص؟ إنه يبحث عنه حتى يجده. يجدني لو لقاني، إن عثر علي. تمام؟ ماذا يحدث؟ يتحدث. طبعا دي واضحة، تصوير للكتاب بإنسان يتحدث مع صاحبه. وكلمة يتحدث قلنا ده جواب شرط، علاقته بفعل الشرط وعلاقته بما قبله نتيجة لما قبله. يبقى إن يجدني يتحدث أسلوب شرط، هنا في مدح أهو. بين لمين؟ بين في الكتاب، إنه يبحث عني، مش أي واحد إن غبت عنه يبحث عنك، إلا الصاحب الوفي، الصاحب المخلص لصاحبه. طب بعد ما خلاص لقاني، وكأنه يبحث عني،
ومن مشقة البحث عندما وجدني تحدث معي، إن يجدني يتحدث. يتحدث، يقعد بقى يتكلم معايا وكأنه كان مستوحشا بدوني. يبقى لوحده كان فيه وحشة، وأول ما عثر علي تحدث معي. شوف مدى اللطف ومدى الجمال بين علاقة الكتاب بالقارئ، كما يصوره لنا أحمد شوقي، إن يجدني يتحدث. تمام. أو يجد مللا. طب لو لقى ملل، قلنا الملل هو السأم والضيق. أو يجد مللا يطوي الأحاديث اقتدابا. شوف كلمة يجد برضو جزم، يجد مللا، يبقى هنا كان فيه أداة إيه؟ أداة شرط بس حذفت. أو يجد مللا يطوي الأحاديث، أو عطف الجمل على بعضها، يعني فعل شرط بجواب شرط. طب يطوي الأحاديث، جاية هنا أهو، جاية يطوي الأحاديث نتيجة لما قبلها. اللي هو إيه؟ اللي هو يجد مللا. طب هو وجد سأم من القارئ، ووجد القارئ في حالة نفسية سيئة، ومزاجه سيء. اللي يحصل يطوي، يعني يختصر الأحاديث. يبقى فعلا، يبقى هنا عندي ده ايه؟ تصوير للكتاب بإنسان مرهف الحس، يشعر بحالة صاحبه النفسية، حاسس بحالتك النفسية. طبعا مش كل الأصحاب كده، إلا الصاحب الثقة المخلص الوفي لصاحبه. أو يجد مللا بمجرد ما يلاقي ضيق، أي ضيق حتى ولو قليل، أي يلاقي ضيق في صاحبه، حالته النفسية مزاجه عكر أو مزاجه سيء، يختصر الأحاديث. يبقى يطوي الأحاديث نتيجة لما قبلها. تمام؟ إنه وجد مللا. طيب، ويطوي الأحاديث، هل الأحاديث تطوى؟ تتلف كده يعني؟ لا. يبقى تصوير للأحاديث بشيء مادي يطوى، أو بصحف تطوى. خلاص؟ سجل يطوى. يتلف كده، يبقى كأن الأحاديث، الحديث ده كلام، قلنا يتحدث، وهنا أحاديث يعني برضو كلام، يبقى ده في إيه؟ في تصوير. تمام؟ تصوير للأحاديث بإيه؟ بشيء مادي يطوى. خلاص؟ طيب، يتحدث، يطوي الأحاديث، هنا يتحدث يتكلم، يطوي الأحاديث يعني يختصر أو يسكت. يبقى فيها تضاد طبعا، زي ما أنتم عارفين، يوضح المعنى ويقوي. أليس الفضول مفرد والجمع فضل والأفضال؟ طب هو احنا كلنا كنا واخدين الجمع فضل، فضول وأفضال، بس كلمة أفضال في المعاجم مش موجودة، وجمع فضل فضول. نركز بقى مع بعض كده شوية، لأن زي ما قلنا كده إن في مواطن جمال مش موجودة في الكتب الخارجية. خلاص كده؟ قلنا كلمة يجدني وشرحناها، وكلمة أو يجد مللا يطوي الأحاديث اقتدابا، قلنا تصوير لمين؟ للأحاديث بشيء مادي يطوى، ويتحدث ويطوي الأحاديث في بينهم إيه؟ تضاد يوضح المعنى ويقويه ويؤكده. طيب، احنا طبعا شايفين هنا يجدني، يتحدث، يطوي. التعبير بالأفعال المضارعة يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. تجدد وإيه؟ واستمرار واستحضار الصورة. فإن يجدني، يتحدث، اللي هو كلمة إيه؟ يتحدث، ويجدني، ويطوي، كلها أفعال مضارعة. والتعبير بالفعل الماضي، بالفعل المضارع، التعبير بالفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. وهذا على فكرة من النصوص اللي قلنا من الأهمية بمكان، لا يخلو منها أي امتحان. نأتي هنا تدريبات كده سريعا. أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابا. أول هنا سؤال، عايزين مرادف، هات مرادف عبته، ومضاد بدل، وجمع عابا. بدون ما نرجع لأي حاجة، مرادف عبته يعني إيه؟ ها؟ مش تمشي، أظهرت عيوبه، تمام، أو قبحته، مفيش مشكلة. ومضاد بدل اللي هو إيه؟ ثبت وأبقى. وجمع عابا، لأن عابا ليس فعل،
تمام، بل عاب هو اسم بمعنى عيب، يبقى جمع عاب عيوب وأعياب. اشرح الأبيات، ومن البيتين الموجودين عندي ده شرحهم سهل شرحا أدبيا، أو يقول لي انثر الأبيات برضه هي هي معنى اشرح الأبيات. ما الجمال في كلمة صاحب؟ كلمة صاحب فيها جمال كتير قوي، صاحب. شو أنا قلت صاحب، ومن اللي صاحب؟ هو صاحب، أدي موطن جمال، وصاحب نكر عليه لكذا، تمام. يبقى ايه؟ يبقى هنا هو صاحب فيها ايجاز، وفيها نكره للتعظيم، وفيها التصوير هو صاحب الكتاب بانسان، يبقى فيها ثلاث مواطن جمال اقل حاجه. ولماذا جاءت نكره؟ خلاص احنا ايه قلناها؟ تعظيم. لم اجد لي وافيا الا الكتابه. نوع الاسلوب ده ايه؟ نقول ماشي، اسلوب قصر. اسلوب قصر على ما يدل، يفيد ايه؟ يدل على ان الكتاب هو الصديق الوفي، الصاحب الوفي، الوحيد الذي يتسم بالوفاء. أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد، يؤكد على وفاء الكتاب، وأنه هو الوحيد الذي اختصه وخصه الشاعر بصفة الوفاء. يبقى أكد على صفة الوفاء واختص الكتاب بهذه الصفة. طيب بيقول لي هنا، هل توافق الشاعر في قوله أنا من بدل بالكتب الصحابة؟ طبعا احنا قلنا ايه؟ النقاد يقولون لا، لا نوافق. هل وفق الشاعر؟ لا، لم يوفق على اللفظ، تمام كده. ولماذا؟ لان الباء تدخل على الشيء المتروك، وهو قد ترك، يعني ساب وبدأ وغير، مش عايز الايه الاصحاب دول. ليه؟ هو عايز مين؟ وعايز الكتب. يبقى نحى الاصحاب والاصدقاء جانبا، وايه؟ واحتفظ بايه؟ بالكتب، تمام كده. يبقى هنا لا لم يوفق، ولا لم أوافق الشاعر في قوله بالكتب. ولماذا؟ لأن الباء تدخل على الشيء المتروك، وكان من الأولى، أو أيهما أجول الماء، ولماذا؟ صيغة سؤال أخرى، أيهما أجول وأجمل ولماذا؟ فنقول له إيه؟ لأن الباء تدخل على الشيء المتروك، وكان أحق وأحرى به أن يقول أنا من بدل بالصحاب الكتابة. يبقى أنا بدلت ده خلاص مش عايزه، انا بدلت الايه؟ مش عايز الاصحاب، ولكن انا عايز الكتب. يبقى انا بدلت بالصحاب مش عايزهم، بدلت بهم بمين بقى؟ بمين؟ بالكتاب. فهمنا كده كيف تكون الباء على الشيء المتروك؟ يبقى انا بدلت بالايه؟ بالصحاب، ان انا مش عايز الاصحاب دول، امال عايز ايه؟ قال انا عايز الكتاب، تمام. مرادف عيبته، أي ذكرت عيوبه. كويس حبيبة شاطرة، ربنا يبارك فيكم كلكم. ومضاد بدل أبقى، كويس شكرا. إجابات ما شاء الله موفقة، لأن هي جاية لإيه؟ جاية بينا وبين بعض من خلال إن إحنا حفظنا وسمعنا وفهمنا الشرح، لأن أنا بشرح مرة واتنين بحيث إن أنت تخرجي من الحصة حفظها وفهماها. نكرة برضو للتعظيم، هو صاحب، شكرا. روان شكرا ليكي، وحبيبة برضو شكرا ليكي. تعبير فيه بالكتاب اللي تمام، كويس شكرا ليكم، ربنا يبارك فيكم. إجابات ما شاء الله كلها صحيحة. أسلوب توكيد وصلت النفي بلا، لا النفي بلم، والاستثناء بإلا. يا حبيبة ممكن تكون الكتابة سرعة معاك، يبقى النفي بلم والاستثناء بإلا. روان تقول أسلوب قصر أن الكتاب وفي، تمام، قصر لتوكيد أن الكتاب وفي. يبقى قصر صفة الوفاء على مين واختص بها؟ الكتاب، تمام. لا، حيث أن الباء تدخل على المتروك. شكرا يا حبيبة، ربنا يبارك فيكم. طيب يبقى هنا رقم ستة، أو رقم ستة والأخير، يقول إيه؟ كلما أخلقته جددني، كلما أخلقته جددني. نوع الأسلوب هنا، ما نوع الأسلوب؟ ماشي تمام، سهل قوي. كلما أخلقته جددني، أسلوب شرط، تمام. بما يوحي، يوحي بإيه بقى؟ هنا في إيحاء بإيه؟ طبعا جددني أنا ما قلتش فيها جمال إيه، لأن فيها جمال كتير، فيها تصوير كتير، بس كلمة يوحي بإيه بقى؟ بحب القراءة، تمام، بالترغيب في القراءة. ليه؟ لأنها بتزودك في المعلومات، والإنسان منا يطمح إلى إيه؟ إلى المزيد. كل واحد بيطمح أو يطمع فين؟
في المزيد من الخير. هنا جددني زودني بالمعلومات، يبقى الإنسان يطمع في المزيد. من أين أتت الزيادة؟ من الأداة كلما، أسلوب شرط. تمام، ربنا يبارك فيكم. جددني أو علمني، أيهما أجمل ولماذا؟ كلما أخلقته جددني ولا علمني؟ عايز حد كده قبل ما نمشي يقول، أنا حاسة خلاص يعني، فعايزين حد يجاوب دي. جددني أم علمني؟ أيهما أجمل ولماذا؟ على فكرة أنتوا بتبعتوا الإجابات بس بتيجي ما هي متأخرة عبل ما هي ما أنا بشوفها. طيب هي جددني طبعًا اللي موجودة هنا في الإيه؟ في النص. طب لماذا بقى؟ لماذا؟ لأن التجديد بخلاف الإيه؟ علمني بس، لأ دي كمان كده. شوف لما تلبس حاجة جديدة، أما تقرأ معلومة جديدة، بتحس بالفخر والاعتزاز. بتحس بالفخر والاعتزاز والفرحة. أنت لما بتكون عندك معلومة مش موجودة عند غيرك، بتحس بالإيه؟ إن أنت منتصر، إن أنت في نشوة وسعادة. كلمة إيه؟ كلما خلقته جددني، نرجع فيها برضو لإيه؟ لمواطن الجمال كلهم. قبل ما نسيب الحصة لازم ترجعوا إيه؟ قبل ما تقوموا تراجعوا الحصة مرة أخرى حتى تكون المعلومات ثابتة في أذهانكم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ولسه معانا معاد إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم مع تكملة بقية النص. شكرا لكم، وكان معكم الأستاذ عادل فاروق، مع تمنياتنا بالتوفيق الإدارة العامة للمحتوى التعليمي، ونشكر القائمين في منصة البث المباشر تبع وزارة التربية والتعليم، لهم منا جزيل الشكر والدعوات، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.